يعني البعد الجهوي للتشغيل باعتباره اختصاص ذاتي ومشترك للجهة للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. يتفضل أحد طرح السؤال. تفضل السيد نائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كما نعلم جيدا أن الجهة عندها أدوار طبقا للقانون التنظيمي في مجال الشغل، لكن الواقع كانت هناك اجتهادات متفاوتة بين الجهات مما أثر سلبا على وضعية تشغيل شباب المغاربة على المستوى الوطني وخصوصا في العالم القروي والجبلي، بحيث أنه النسبة ترتفع بشكل فاحش والبطالة تضرب أطنابها. شكرا سيد النائب. جاوب السيد الوزير. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيسة. شكرا سيد النائب. فعلا البعد الجهوي للتشغيل اليوم اصبح اختصاصا ذاتيا ومشتركا بالنسبه للجهات، لذا كان الاشتغال منذ بدايه الولايه على تنزيل هذا المقتضى من خلال الاشتغال مع الـ مع الـ مع, الـ مع الجهات، وتم وضع برامج التشغيل ديال ثلاثه ديال الجهات الجنوبيه من خلال النموذج التنموي. تم انجاز الى حدود اليوم تشخيص بالنسبه لجميع الجهات في دراسات التشخيص بالتنسيق مع المجالس الجهويه، وتم وضع برامج التشغيل ديال ثلاثه ديال الجهات، الجهه ديال الشام ديال طنجه، الجهه ديال الرباط، والجهه ديال سوس. واليوم تم اطلاق الاشتغال من اجل وضع البرامج ديال التشغيل ديال باقي الجهات الاخرى. ايضا بالموازاه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات ديال التشغيل مع جوج ديال الجهات، الجهه ديال سوس والجهه ديال فاس، المنزله لعقد البرنامج مع الدوله الذي تم توقيعه باكادير خلال سنه 2020. وشكرا. تعقيب السيد النائب على جواب الوزير. تفضل السيد النائب المحترم. سيد الوزير، كنا نتمنى ان نسمع ارقام في هذه العمليه. نعم هناك توقيع مجموعه من الاتفاقيات هنا وهناك، لانه الواقع هو انه الشباب في الجهات المملكه بشكل عام كاين صعوبه في الولوج الى سوق الشغل، وهذه الصعوبه كتزداد داخل الجهات نفسها ما بين عواصم الجهات وما بين الاقاليم المكونه للجهات، وبالتالي العداله الاجتماعيه في هذه المناطق المكونه للجهات ديالنا مازال بعيده، وبالتالي كنلقاو كل اسره من الاسر المغربيه الدوله دارت واحد المجهود كبير في التكوين ديال الشباب، هذا الشباب هو عاطل لا يلج الى سوق الشغل، هناك برامج وهناك مجموعه من المحاولات، الا ان هذه المحاولات ما عطاتش النتائج المرجوه، بحيث انه اللي كيوقع هو انه كاين واحد النوع من يعني المبادرات في المراكز المعروفه في طنجه ولا في القنيطره، الصناعات معينه اللي فيها يعني اليد العامله كتجي من هذه الجهات وكتوطن في هذه المناطق ديال الشغل، وبالتالي مازال خاص يدار مجهود اكثر في هذا الجانب. الأكثر من ذلك السيد الوزير هو أنه الشباب ديال العالم القروي والجبلي المعاناة ديالهم مضاعفة، غير الوصول إلى المعلومة في إشكال، عتقولوا لنا بأن الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات كدير مجهود وكتوصل وكتخرج، كنقول لك السيد الوزير هو أن الأرقام اللي كتوصلكم كما كتوصل أرقام أخرى من المصالح الخارجية ديالكم هي ما كتعكسش نهائيا الحقيقة. رد السيد الوزير على التعقيب السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب، انت سولتني على الاجراءات اللي خدتها الحكومه من اجل ترسيخ البعد الجهوي للتشغيل، هذا هو السؤال، ما طلبتيش مني الحصيله ديال العمل اللي درنا، والا فالارقام عندنا وارقام تعبر عن الواقع. فاش كنقول لك 7000 شخص في الباديه استفدوا من هذه البرامج، راه 7000 استفدوا، واش كافيه؟ انا نقول لك غير كافيه، صحيح لان ماشي 7000 فقط او 10000 او 20000 من الشباب ديال الباديه اللي محتاجين الى هذه الخدمات، ولكن هذا المشروع في بدايته. انا نقول لك انه لسنوات طويله ما كانش الاهتمام بالباديه في هذا المجال هذا. بدينا اليوم، انا كنظن ان مزيان تصفقوا لنا وتشجعونا وتدعمونا وتعاونونا باش نزيدوا للامام ويجيو الناس من بعد منا يكملوا المسار ان شاء الله. شكرا. شكرا السيد الوزير.